بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حاضرة اليوم عن قانون كيرشوف للجهود. في المحاضرة السابقة خذينا قانون كيرشوف للتيارات، واليوم راح ناخذ قانون كيرشوف للجهود. ينص قانون كيرشوف للجهود أو يعتبر من القوانين الرئيسية للدائرة الكهربائية مثل قانون أوم، وينص على أن مجموع الجبري للجهود في أي دائرة أو مسار مغلق يساوي شنو؟ يساوي الصفر، يساوي الصفر. أو بصورة أخرى، في أي مسار مغلق، في أي مسار مغلق، في أي مسار مغلق يكون جهد المصدر يساوي مجموع الانخفاض في الجهد هو فولتج دروب على مقاومات المسار المتوالية، على مقاومات المسار المتوالية. راح نطبق الكلام هذا، كلام النظري لتو، راح نطبقوه على البرنامج اللي هو ورك بنش. راح ناخذ مصدر جهد، وراح ناخذ من هنا المقاومات، تكون المقاومة الأولى والثانية والثالثة. راح نوصلهم اللي بينات المسافة بحيث انها نوصله بعدين خلف بينات المسافة. هنا نستخدم جهاز، هنا راح نستخدمه الفولتميتر عند كل مقاومة. عند كل مقاومة هنا دي تدوير، تدوير هنا، تدوير نقدر مقاومة هذه حتى نحطها هنا مش مشكلة. مثل هذه درولها تدوير هنا، وتقدر تخليها هنا عادي ما فيهاش، بس أهم شيء يكون على التوالي بحيث نحن لما نوصله وصلوا هنا
لا عند اللوتات. وصلنا الفولتميتر في كل مقاومة، راح نعطي كل مقاومة نعطوها قيمة، كذلك راح نعطي كل مقاومة قيمة معينة، ورح نعطو كل هنا جو هنا. هنا عندنا آر واحد، شفت آر واحد تكون قيمتها مثلا أعطوها مثلا 15 أوم، الثانية أعطوها 25 أوم، نعطوها تسمية هنا قبل شفت آر اثنين عندها اسم وعندها قيمة، كذلك الثالثة نعطوها اسم شفت آر ثلاثة، ثم نعطيها قيمة اللي هي مثلا 30 أوم، نعطيها أوكي كلهم بالأوم. الماستر بتاعنا ناهي راح نشوفه لما نشغلوا الجهاز، راح يعطينا كم عند ال هنا لناطو مصدر الجهد بتاعنا مثلا 40 فولت، نعطيه الأوكي. هنا عندنا مصدر جهدنا، المصدر بتاع الجهد 40، مقاومات كل مقاومة عندها قيمة، وصلنا الجهاز الفولتميتر على مقاومات على كل مقاومة. هنا تو نشوف نشغلو المفتاح ونشوف القيم اللي يعطيها لنا عند كل مقاومة. هنا عند
الار واحد يعني في واحد كم؟ 8.572، وهنا الفي اثنين 14.29، والفي ثلاثة يساوي 17.14 فولت. هنعطى لي عند كل شنو؟ عند كل مقاومة. لو تجي تحسب هتلقى اللي هي الفي توتال، هذه كأن الفي توتال تحت، هذا من هنا المصدر الرئيسي، وهنا مدفع من عند كل مقاومة. أعطاني عند كل مقاومة قيمة بروحها. أهم شيء تنتبه، الطالب لازم ينتبه للتوصيل، أهم شيء التوصيل يكون توصيل صحيح، بحيث إنك أنت لما توصل يعطيك القيم هذينا إذا كان القيم فيه مشكلة راح تكون عندك الناتج النهائي في الأخير يطلع غلط، فلازم نعلق صح. لما يجيك في الامتحان سؤال تعرف الفولتميتر أمتى يستعمل مع المقاومات، إذا كان جاك سؤال فيه قانون كيرشوف للجهود تعرف كيف توصل الجهاز متاعك. من هنا لو أن حتى الجهاز كان هنا جنبه هيكون نفس توصيل الاثنين هذين، لو كان في المسار هذا نفس التوصيل يوصل مع المقاومة بالطريقة هذه. ما تجيش تعلق الجهاز هنا جنب المقاومة وهذا خطأ، فتنتبه طريقة توصيل المقاومات. إذا كان في عندك إشكالية مثلا لما جيت توصل يفصل منك السلك، يفصل منك هنا مثلا، تجيب عقد، العقد هذين تقدر تجيب من الخانة اللي فيها المقاومات هذه، هاي الخانة هذه، تجيب من خلالها عقدة، تاخذ عقدة وتحطها هنا توصلها، تحط عقدة هنا وتاخذ عقدة أخرى وتوصل، بحيث السلك يقعد واصل ما يكونش فيه انقطاع في السلك، تكون الرسمة بتاعك منظمة، أو طريقة تنظيمك للتجربة تكون طريقة واضحة ما تكونش عشوائية. هذا بالنسبة لقانون كيرشوف للجهود. لازم الواحد يركز في طريقة التوصيل. المرة اللي فاتت خذينا كيرشوف لي تيارات، والمرة هذه خذينا كيرشوف للجهود. الجهود